السلام عليكم ورحمة الله. بونجور تو الموند، مرحبا بكم جميعا. ويلكم everybody، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي سيما كوك بوك. اليوم جبت لكم متبلات هايلين، سي دي متبلات اللي نقدروا نستعملوهم كي نديروا شوا ولا في الصيف، اللي يحبوا الترماس اوسي، سورتو لي جون اللي ما يحبوش يتعشى ويكون عندهم غير دي ليغوم فخي هكا مقطعين، يقدروا يغمسوا بهم هذوك لي ليغوم في هاد المتبلات، و سافا اتر ان ديني فخي وهايل، و سورتو سورتو بصح مع الشوا توت اون فامي هايلين. اوسي كي يجيكم ضيف تحبوا تحمروا وجهكم افيك اون تابل اوريونتال، ديروهم كيما الطريقه اللي حنا نوريها لكم. ان شاء الله تعجبكم لا روسيت، ونبداو بلا بروميير متبل، هو الاول اللي هو عباره على باذنجانتين، يعني زوج باذنجانات لي شويتهم في الاير فراير، بصح انتم تقدروا تحطوهم اوفو ولا تشويهم على النار. وهاد نوري لكم الطريقه اللي انا نقي بها الباذنجان جوست كي يكون سخون هكاك ديريكتومون. ان شاء الله تعجبكم هاد الطريقه، تبعوا معايا المقادير تاع لا روسيت. بعد ما نحيت لهم القشره جلي كوب هكذا غير بالموس، نحوس نهرسهم شويه دونك هكاك سخونين، ونحطهم ابخي يخليهم يبردوا باش هكذا نزيد لهم الاضافات اللي راني حابه. وهادو المتبلات ماشي تاعنا احنا لي زالجيريان، هادو متبلات تاع الشرق سورتو في سوريا هما اللي يستعملوا بزاف هادوما. مي وعلاش لا احنا تاني اون بو غوتي ونقدروا نزيدوهم في المائده تاعنا. دونك فوالا، كي بعد ما برد لي تري تري بيان نزيد له كاس تاع الياغورت طبيعي، اللي ما عنده حتى نكهه بيان سور، جوست ياغورت طبيعي، مع نص كاس تاع الطحيني. طحيني هذه اللي نورمالمون تتباع هكذا يا واجده، بصح الا ما عندكمش فون افي كا بروندغ شويه لي لي السمسم الججلان بلوتو، وترحيوه ديريكتومون في الميكسور، فرحيوه هذيك اللي ترحي تري تري بيان اون بودغ، ترجعوا اون بودغ وزيدوا له شويه زيت الزيتون ويولي، ولا ماشي زيت الزيتون، زيت نورمال، ويولي هكذايا طحيني. دونك فوالا، زدت نص كاس تاع الطحيني، ولا حبيتو ندير لكم لا غوسيت تاع الطحيني قولوا لي في لي كومونتير نديرها لكم. دونك زدت له نص مغرفه تاع الملح، الملح ديرو على حسب الذوق، ذوقو زيدو باش ما يجيش صامت او ميم طون ما يجيش مالح. دونك هادو هما المكونات الوحيدين اللي فيهم هاد فيها هاد لا غوسيت. دونك زوج باذنجانات مشويين، كاس ياغورت، ونص كاس طحيني، والملح، والثوم، توم زوج حبات، زوج فصوصه تاع الثوم الداخل. دونك فوالا، اي جو لو بريزونت دون ان بلا لي بيان سور لازم يكون عنده طابع اورينتال، سينو طابع تقدروا تحطوهم في تاع الحجر، في تاع الفخار، سي فريمون تري تري جولي. و جو فيني افيك ان فيلي دويل دوليف، يعني شويه زيت الزيتون، دي زوليف كاع الزيتون كحل ولا اخضر اللي تحبوه، شويه نعناع، وشوية معدنوس هكا توتوتور، يعني التزيين يرجع ليكم نتوما ولي زانغريديون اللي تحبوهم نتوما. ان شاء الله تكون عجبتكم المتبل، ونتلاقاو في لا روسيت تاع الحمص. Thank you.
دونك بوغ الحمص، الحمص هذا بنين بزاف، فريمون بنين، اون بلوس صحي بزاف. دونك سورتو كي يكون عندنا اغوم قران كسره ولا خبز هكا دي كراكرز ولا دي كاروت مقطعين قضبان ونغمسوا بهم، فريمون سي تان ديليس، لازم لازم تجربوها. بيان سور نصيبوه يتباع هكا واجد، مي ما كاش كيما الحمص اللي يندار في الدار. دونك انا لهاد الحمص شديت اون بواطون كونسيرف تاع الحميصه، دو بريفيرونس لا بواطون كونسيرف. وعلاش؟ باسكو الحميصه تجي طايبه بزاف بزاف. مي سينو لا حبيتو نتوما طيبوا الحميصه، ليسونسييل لازم تطيب حتى خلاص تجي دايبه. و دونك هذيك الباطا شللتها، دونك فوزافي لو شوا تنحيولو القشره، بصح انايا معجازه ما نكذبش عليكم، ما نحيلهاش القشره، نحي غير هذيك القشره اللي ديجا تقشرت وحدها. دونك حطيته في المولينكس لو ميني هاشوار تاعي، درت له نص كاس طحيني ونعصر له القارص، تحب بزاف القارص هاد لا روسيت، فص الثوم والملح وتبعوا معايا. وهنا زتلو زوج مغارف كبار تاع زيت الزيتون اللي تكون دو بون كاليتي، ولا ميم زيت الزيتون تاعنا هذيك القويه، معليش الي بون، باسكو الكمون مع الحميصه لو كو تاعهم وتم يغطوا شويه على زيت الزيتون. دونك اني زدت زوج مغارف كبار تاع زيت الزيتون، الملح على حساب الذوق، ونص مغرفه تاع قهوه تاع كمون، ونرحي كلش مع بعضه. وأمام داني نرحي نعاود نحل الأشواخ تاعي، نحرك ونزيد دو أ تخوا كوي غروند كويير، ثلاثة زوج ولا ثلاثة مغارف كبار تاع الماء، ونعاود نرحي ونحرك ونشوف اسكو هاد الحمص ولا مازالو ثقيل ولا يخفف. هو لازم نلحقو لو نيفو وين يكون خفيف الحمص تاعنا. دونك أنا درت له زوج مغارف كبار تاع الماء، وزدت له زوج مغارف كبار واحد اخرين تاع الماء حتى يولي خفيف، وتبعوا معايا تشوفوا لا كونسيستانس تاعو. وبنفس الطريقه دو لا ميم فاسون نحطو في هاد لي بلا اللي عندهم طابع الاورينتال، ونحطو هكذا وندهلو من الفوق شويه زيت الزيتون. وهنايا الحمص يحب البابريكا، فلفل عكري، فوالا ندردر له شويه هكذا فلفل عكري من الفوق، اي سي تو، راه واجد. وان شاء الله تكون عجبتكم تاني هاد لا روسيت، ونخليكم تتبعوا معايا وتكملوا معايا لا روسيت تاع المحمر ولا المحمره، والله ما على بالي كيفاش يعيطوا لها، انا ليسونسييل نعيط له المحمر. والمحمر هذا بزاف كلاس وبزاف بنين، فريمون يحمر تاع الصح الوجه. الوغ تبعوا معايا لا روسيت تاع المحمره، محمر. كما شفتوا في مقلاة ندير شوية زيت الزيتون، ونحط نص كاس تاع الجوز، ونحمره تخي تخي بيان في هذاك الزيت زيتون، نقليه بيان بيان. وكي يتقلى معايا هاد الجوزات نحطها بجيه، ونحمر نص كاس تاع لا شابلور اللي شفتوني يعني وجدتها معاكم، ونحمرها بلا ميم مانيير في زيت الزيتون، نقليها وحتى وين تولي بيان دوري، ونزيد تاني نخليها سور لو كوتي.
دونك مون ميني اشوار راني حطيت هذوك الجوزات يترحاو بيان حتى وين يولوا فريمون يعني مرحيين، ونحط نزيد لهم لا شابلور تاعي. دونك نبدا نخدم في هذا الميني اشوار، نبدا نخلط لي دو انغريديون. دونك عندي هذاك الجوز المرحي، نزيد له لا شابلور اللي قليتها، ونزيد لهم كي شغل طل هكاك ولا 400 غرام تاع الفلفل الحمر مشوي. انا كان عندي واجد بصح يا با ميو كي تكونوا شريتوا الفلفل الحمر وتشويوه سورتو على النار، يجي هذيك ريحه شغل ريحه تاعو تاع الشوا تجي فريمون بيان هايله. دونك فوالا حطوهم هكا يقشرهم حطوهم زيدوهم داخل لو ميني اشوار، وزيدو ديروا لا كونتيتي اللي حبيتوها، ستادير سي فو فولي بلوس، مي هاد لا كونتيتي اللي درتها انا خرجت لي ما شاء الله يعني اون بون كونتيتي تاع المحمر. دونك فوالا كلينا، وزدت حطيتها دون اون جار وقعدت لي بليزيور جور يعني. دونك نزيد زوج فصوصا تاع الثوم، وتبعوا معايا لي زوتر انغريديون ان شاء الله. دونك زدت لها نص كاس تاع طحيني، والطحيني هذه تدخل في قاعتك المتبلات تاع الشرق الاوسط و الي تري فيتاميني. وكملت لها بمغرفة كبيره تاع عسل حران، وعصرت لها نص حبه قارص من الفوق. بيان سور لازم نطرش وندير ديكا ليسونسييل. فوالا عصرت لها نص حبه تاع القارص، ونتبعوا بلي زيبيس ان شاء الله. بيان سور درت لها زوج مغارف كبار تاع زيت الزيتون، الملح على حساب الذوق، فلفل عكري، درت لها مغرفه كبيره تاع القهوه، ونص مغرفه تاع القهوه تاع الكمون، ونرحي كلش مع بعضه. كما نقول لكم دائما فوم يذوقوا وشوفوا الا يتسحق شويه ملح اكثر ولا بنين، واجوستي ا فوتر غو. وشتو بلي خرج حمر وشباب، سي بور سا واقيلا سماوه المحمر. دونك فوالا نكمل نحطو دون لا ميم لو ميم تيب داسيت، ونزينو بشويه نعناع وزيت زيتون بالفوق، ونحط له شويه جوزات دي مومون كو حطينا الجوز لداخل. دونك مي هذا شغل سي اوبسيونيل، كل واحد كيما يحب. تحبوا تخلوه سامبل خلوه غير بشويه زيت زيتون ونعناع، ثاني سي بو. وهكايا نكونو كملت التخوازيام متبل تاعي، وتبعوا معايا كيفاش. بون
شوي كوتي بيان سور، وان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا روسيت. فوالا رانا كملنا لي 3 ديبس كيما يقولوا لهم الانجلي، و سينو المقبلات ولا المتبلات جو نسي با كيفاش سكي لو بلو جوست ليسونسييل. فوالا اني ملحقت الوقت اللي ندوق فيه، انا استعملت البيتا بريد، الخبز تاع البيتا اللي حنخلي لكم رابط تاعو في صندوق الوصف، واللي ان شاء الله تجربوه تاني هايل مام التغماسة فريمون هايل. دونك انا دقت بيان سور عجبوني، وانا يا لي دو بريفيري تاعي كان كتر المحمر ولا الحمص، مام الاخر سيتي فريمون تري فري هايل. ان شاء الله تجربوا هاد لا روسيت، نقول لكم شهية طيبة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.